ابيش تتكلمين معاه. انا اول ما شفت البنت هذه على البحر قلت اكيد هذه لولو اللي ضاعت مني. يا ابن الحلال اهدى اهدى واعقل. شلون تبيني اكلم بلي انا ما اعرفها؟ يا ربي من صدق هالحكي؟ ما ابي اعرف اسمها، ابيش تتكلمين معاها، ابي اسمعها وهي تتكلم معاك. وانا متى شفتها حتى تتكلم وياها؟ متى اعرفها انا؟ ما تحكي انت يا جد محمد. انا شكو بدر بدر. تعال امشي 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 امشي. وين راحت خالتك؟ ما ادري بس سمعته يقول لها ابي ايش ابيك تكلميني بنيه شفتها على البحر. بس مين اللي قال لها؟ ظهري. شنو؟ قال لها تعالي شوفي بنيه وكلميها؟ ايه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيك؟ ما في شيء. ايش حق منزل راسك كذي؟ ما في شيء. توهم هني ضاري. لحظة مشوا والتالي معاك يعني. والتالي معاك جرجرتني ويبتني لهني وهذه ماكو نتيجة. وبعدين انت بتضحك علينا الناس عن ابو دارك. اقل بس اقل يما. انا لازم القاها باي طريقة. خالتي يلا يلا مشينا مشينا. يلا يلا مشينا. يلا وين قاعد يما؟ أنا أدري أنت بتقولي لي أن ضاري مو قادر ينسى باسم الله يرحمه. أنا معك لأن ضاري بروحه وإحنا كل اللي قاعدين نسويه أنه طايحين له نصايح ليل ونهار نصايح ويا نهاوش يا ننصح. لكن أنت غير. أنت غير. فهمتني ولا زيد؟ أنت زعلان من بابا ضاري؟ أنا؟ ليش حبيبي؟ لا مو زعلانة من بابا ضاري. وبعدين ليش أزعل؟ مو بابا ضاري أحسن بابا في الدنيا؟ وهو قال راح يروح يتمشى. شفت شلون؟ عيل كلامي صحيح. وعمي بدر راح يجي معنا. وأنا لا؟ إذا ما بجيت بعد حقوق بابا ضاري إن مش مو زعلانة منه حتي معنا، أوكي؟ أوكي يا حبيبي. اوكي يا بعد عمري انت. صح نو أدري زعلان علشان ما وفيت بوعدي لك ووديتك المدينة الترفيهية. خلاص يبقى أوعدك اليوم الجاي أوديك. حاجيك أنا؟ ليش تعطيني ظهرك وتزعل؟
احنا قلنا 100 مره اذا الواحد زعلان يقول علشان يعرف شو السالفه. ادري يبا. اوف دكتور شوف يبا اللي يدش الصف هو زعلان ما يطلع من الاوائل وبعدين ما يصير دكتور بالمره. قلت لك يبا انا مو زعلان. مع السلامه. قوهم قوهم. هلا هلا عمي بضاري حياك الله. كنك دارتنا البركه. الله يبارك فيك. كنك مشغول. اي والله. يا لا قلت يعني ودي القى احد اتكلم وياه. اي حياك الله. ما لقيت غيرك. تفضل المكتب. نواف هات لنا شاي. لا 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 نواف لا تجيب شاي. لا لا ما ابي شاي. ما دام انت مشغول بعدين بعدين. ابي وانا عندي شيء انشغل فيه الا ولدك. لا بدر والتالي والتالي يعني ماني عارف انا شو اسوي. عيزت شو اسوي بالله؟ علمني شو اللي قاعد يصير هذا؟ عمي هذا احلام. شنو؟ يلا عاد تحكي عدل. شنو احلام؟ يا ترى انا مالي خلق وانا روحي ضايع مو لي. شو احلامه بالله؟ قول لي شو احلامه؟ يا عمي من حلم فوق في السماء الى حلم ارضي، من باسمه الى الهول والصغيره. يعني الحين صار الحلم ارضي اشوى شوي اهون. أهون؟ يا عمي لأن الحلم الأرضي ممكن أن يتحقق ونفتك. شو اللي يتحقق؟ الحلم الأرضي عمي عمي لول ولا صغيرة الحلم القديم اللي راح الحين شافه قدامه هناك خلف الأمواج الهادرة. شا سوي؟ شيبني هالولد شيبني وقعد ماني عارفه شا سوي. تبين شاي ماما؟ لا يا ما روح المطبخ عشان ما احدم عليك. لا 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 ما بيت شاي. ذابحني الحارج. ولا يهمك ولا تفكرين ولا تحاتين. لا تلوميني يا ام علي لا تلوميني والله بموت بيذبحني هالولد. انا اللي بتم ورا ضاري اذا ما تزوج آسيا ماني معلي بزوجه إذا مو اليوم باكر وبتشوفين. الله يسمع منك إن شاء الله كريم إن شاء الله. المهمة ما هي سهلة وأنا أختك يبيلها صبر. صبري يا مضاري صبري. الله كريم هذا أنا صابرة وقاعدة أسوي كل اللي تقولي لي. لا 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 ما أخليه عقدتها أحلها أحلها واللي براسها أطلع أطلع. أما سالفة البنية هذيك مثل سالفة مرته الأولية الله يرحمها بيجي يوم بشيلها من راسها وبتشوفين. الله كريم الله يسمع منك. هذه فلوس البخور ما قصرتك. ايش دعوة خليهم اخاف ما عندك. الله كريم خلي يصير اللي ببالي وبتشوفي الخير كله يا مالي. بيصير وبتشوفين هذاك اليوم بعينك وبذكرك ونذرا عليه لارقص واغني بعرسه بعد. مشكورة يا مالي ما قصرتك. هج هج شنو هذا؟ مكياج لازم التبودر والتحمر والتسنع والتزين. على امرك على امرك يا معلي بننفذ كل اللي تبينه. حاضرين. والحساب بعدين. مع السلامة. بعد في حساب؟ الحالة انا ابوش منشار داخله طالعه ماكل.
اهلا وسهلا. اهلا. شو تحب تشرب؟ بارد ولا حار؟ لا لا شكرا شكرا. اهلا وسهلا. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا ضاري عبد العزيز، مهندس معماري، واحب اتكلم مع عاش موضوع. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. الحقيقه انا ما انا عارف شلون ابتدي. نعم. قصدي يعني الموضوع اللي بتكلم فيه ممكن انت تشوفيه يعني شيء غريب. يعني انا اشوف لو انك تدخل بالموضوع على طول وتخليني انا اللي احكم عليه يكون احسن. فعلا فعلا احسن. صح صح احسن. اي تفضل. يوم الجمعة اللي طاف في الواجهة البحرية، صدقيني انا ماني مينون، انا عاجل. صدقيني انا ما اعاني من اي مرض نفسي، انا بس ابي اشوفها، ابي اعرفها، ابي اعرف سر الحزن اللي ورا عيونها، ابي اعرف اي شيء عنها. يا اخضاري. نعم. ممكن تهدأ شوي وتكلمني بوضوح اكثر؟ وضوح اكثر؟ اي نعم. انت متاكد من الكلام اللي قلته عن نفسك قبل شوي؟ انت اعطيني فرصه خليني اوضح لك اكثر. انا انت متاكد انك طبيعي ولا تعاني من اي مرض نفسي؟ وضح اكثر. شو اوضح اكثر من كذي؟ وضح وضح. ماني فاهمه. قايل لك انا الناس هذيله ما يفهمون غير لغه الارقام، ما يعرفون الا الشيء اللي يمسكونه بيدينهم الثنتين. انت متاكد من اللي قلته؟ تطالعني تقول مينون ولا خبل؟ وضح وضح وضح. المديره مهي فاهمه. طبعا طبعا معلوم. منين تفهم؟ شلون؟ الله اكبر. ضاري ضاري يا ابو خالد ضاري. والله حسافه. الحقيقه يا ابو اسامه انا حاولت اني اعالج الموضوع بنفسي بس هذه النتيجه. يا ابو خالد انت ما تختلف وياي اذا قلت لك ان ضاري ولد كفاءه جيده وممتاز، واحنا لازم نوقف وياه ونساعده. فاهم الكلام اللي تقوله بالضبط، فاهمه بالضبط، وانا حاولت وكذا مره قلت لك ان نعطيه وقت ونعطيه فرصه ونحاول معاه، بس هم عندي عمل وزبون ولازم ارضيه ومسؤول عن اي تقصير. ما عليه ما عليه. شوف بالنسبه لضاري، الانسان قاعد يمر بظروف صعبه وحالات نفسيه صعبه بعد ما توفت زوجته، واحنا ما ننكر ان ضاري له افضال كثيره على الشركه، خصوصا انه هو مهندس جيد، وله افضال علي انا وعليك انت وعلى الزباين، والمفروض احنا نوقف وياه ونساعده. على العموم هو وين في؟ صراحه ابو اسامه طلع قبل لا تجي وقال يمكن ما يجي اليوم. وين راح؟ ما تدري عنه؟ ما ادري وين راح. اسمع امر، ايش رايك تزوره في البيت وتقعد وياه وتتكلم معاه بعيد عن جو العمل؟ حاول تعرف منه شيء. انا لا بصراحه عفيني عفيني صعبه. ابو خالد صعبه عليه هو. الظاهر اني ذيك المره انا ما عرفت اقدر الموقف بالشكل الصحيح، عشان كذي يعني اقترح ان لو تسويها انت تكون النتيجه احسن. الظاهر اني خسرت حتى صداقته. ها ظهر ان السالفه كبرت وصارت صج. ايش تبيني اقول لك؟ انا اقول لك لا تروح للبيت ولا شيء ولا تتكلم معاه. انا عندي محاوله ثانيه.
وليش لا؟ أمي هي اللي تقدر تقنعها وتفهمها شنو اللي أنا أبي بالضبط. فعلا ما يحل هالمشكلة إلا لولو الكبيرة. تعالي يا بيش بسرعة. ايش جايبك هالحزة؟ أبيش أبيش بسرعة تعالي. حول الله تعالي تعالي. يفهمني ايش تبي فيني؟ وين بتوديني؟ أبيش عشان نروح نشوف لولوة. الحمد لله. أي لولوة؟ أنا لولوة. يما أنت على العين الراس. أبي أشوف لولوة ولازم نلقاها بأي طريقة. أمشي. عشان أنت صاحي يا ولادي فهمني ايش فيك؟ يما أنا بقول لك شيء أنت ما تدرين عنه. الله والله ويا اليوم اللي بتفتح قلبك لأمك بتقول لها عن أسرارك. زين زين أول خير. استريحي استريحي وقول لي شو اللي مضايقك. أنت ليش مستغربة؟ مو تبي تعرفين كل شيء؟ أنا أتمنى أتمنى هالشيء من زمان. يا ما كنت حاتي وضيق خلقي لو شفتك قاعد ومكشر وجهك اصفر ولا انت بالدنيا معانا ولا انت معانا وما املك الا اني ادعي لك ما تسمع كلام. يما ابيش تساعديني وتوقفين معاي. يا ولدي والله انا معاك والله ما حد شاغل تفكيري الا انت. ليلي ونهاري بس افكر فيك وحاسيك. ايش تبي اكثر من كذي؟ يما انتي تعرفين الياثوم اللي يجي إيه يقعد على صدر الإنسان يقعد مرة واحدة كذي ويكتب على أنفاسه؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هذا الحين يسمونه الاكتئاب. والاكتئاب يا يمه الله يوريك شيء يعصر النفس يخليها يخلي الواحد حتى يعاف نفسه يعاف كل شيء. وهذا اللي فيني يا يمه هذا اللي فيني الحين من يوم ما أدري أدري يا وليدي أدري. بس شو نسوي؟ أقعد يما أقعد ولي يسلمك قل لي اللي بقلبك وارتاح خفف الحمل اللي بقلبك. يما من يوم ما راحت مني باسمة الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. يما أنت تدرين باسمة كانت حامل وتمنينا أنها تكون بنت وقالت باسمة إذا يبنى بنت بنسميها لولو على اسمك. ما تدرين ايش كثر كانت فرحتنا حبينا هالبنت قبل أن نشوفها. ما تدرين يما ايش كثر كانت هالبنت هذه اللي داخل بطن امها تشاركنا احلامنا. ما تدرين ايش كثر كانت الفرحه فينا. الله لولو الصغيره اخت جمال لولو هذه الصغيره. لكن لكن قول الحمد لله يا بيتي قول الحمد لله. ربك يعطي وربك ياخذ وله فيها حكمه سبحانه احنا ما نعرفها. سبحان الله سبحان الله. الله سبحانه وتعالى خلانا اشوف هالبنت اللي ما شفتها انا خلانا اشوف لولو الصغيره هذه بهالبنت اللي شفتها على البحر. يما سكوتها عيونها عيونها الحزن اللي كانت تخفيه وتخش عن الناس حزنها. حسيت اني حسيت ان انا قريب منها. هي تبيني وانا ابيها. حسيت انها هي بروحها وحيده في هالعالم. حسيت انا ودي 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 احضنها وامسح الحزن اللي فيها. ما ادري حسيت انها وحيدة بس تمنيت اني انا اقول لها انا ابوك انت بنتي انت لولو لولو اللي تمنيتها. الله عيونها عيونها كانت تناديني يا يمه. قلت
حسيت يا يما اني انا ان انا بس لها وهي لي. ضاري ضاري شلعت قلبي يا وليدي، شلعت قلبي. اقعد يما وارتاح بسك من الاحلام. افهميني، انا اذا لقيت هذه اللولوة وجبتها هني في بيتي انا راح اعيش على امل جديد. الياثوم والاكتئاب اللي فوق صدري هذا اللي كاتبني راح يروح. احس ان انا بامل جديد، بحياة جديدة. يما ساعديني، ارجوك ساعديني. ضاري الحين انت حكيت وقلت كل اللي بنفسك. اقعد عاد واسمعني ايش اقول. انا مستعد اسمعك ليل ونهار، بس ارجوك قومي معي. وين اروح؟ علشان ندور لولوه. قومي. استغفر الله يا ربي. ما انا من زمان ما طلبت منك اي شيء، ارجوك قومي قومي حتى ما ندش. حر الله يا ابن الحلال، تهنيت. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ امشي نروح ندور لولوه، ارجوك. زين خليه بجنطتي انطرني. خونته خالص مينون وخالص بتجنني معاه. تعالي يا ابن الحلال، يا ابن الحلال واللي سلم عمرك خل ارد بيتي. انت ايش ناوي علي؟ يوم الله يهداك تبين اعيد واكرر واقول؟ لا تعيد ولا تكرر ولا تقول. ودني بيتي وفكني واللي سلم والدي. يما تكفي يا ضاري، يا ضاري انا ما صدقت على الله انك تستانس تفتح لي قلبك تسولف وياي تجيني من صباح الله خير فرحانه فيك. ايش ناوي علي بتجنني انت؟ يما الله يطول بعمرك. كلها عشر دقائق المديره على بالها اللي دش عليها خبل ولا مينون. مي راضيه تسمعني، مي راضيه تقتنع. وين صاج يا وليد؟ وين صاج انت؟ انت صاحي؟ والله اللي يسمعك يقول ما انت صاحي. خلنا نرجع يما الله يهداك. كلها دقيقتين بس، دقيقتين حاول تقنعينها. امري لله، اما كلمتين نقطهم. يا لا 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 لا، ان شاء الله اليوم الساعه 4. اي حاضر، يلا مع السلامه. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. عجيبه، انا افتكرت اني خلصت من هالسالفه الغير مفهومه. كلميها ترى انا حيست منها. تسمحي لنا نقعد؟ اي تفضلوا. هو حضرة المديرة طبعا احنا قاصدينك بالخير. هو ولدي طبعا شاف البنية ورق قلبه لها وحن عليها، فمثل ما تقولين يعني تولع فيها. فاللي احنا جايين علشانه اني حاب اشوفها مره ثانيه، واحنا قاصدينك بالخير ونبي مساعدتك. ارجوك يعني. اي مساعدتي انك تعالجين ولدك لو سمحتي. يقول ان مهندس معماري، واللي انا عارفه ان المهندسين المعماريين ما عندهم وقت يضيعونه في ازعاج الناس والاوهام. ازعاج؟ على الاقل يراعي انه غيره مشغول وعنده مسؤوليات. اختي لو سمحتي، احنا قاعدين نكلمش في منتهى الادب والاخلاق. عندك رئيس مجلس الاداره، عندك امانه السر، روح اشرح لهم سالفه يوم الجمعه. يمكن واحد منهم يدور معاك. يا استاذ احنا هني نتعامل مع بشر، مع ناس لهم احاسيس مثلي ومثلك. ايش تبيني اسوي لك؟ اخذك من ايدك وامر فيك على البنات كلهم، اعطيك عناوين بيوتهم؟ اللي شفتها انت انسانه ولا لعبه شفتها وعجبتك؟ شيء غريب عجيب، عالم فاضية. اوف.
هلا بطوايف هلا هلا عمري هلا شلونك يما هلا شو رايك في المفاجأة هذه؟ حلوة بس كلها بوس كلها بوس والعين بعد بوسات يلا اركب يما اركب 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 بعد عمري اركب بالله عليك كلها بوس تعالي ما قاعد بحضني لا يما انا كبرت ايش تو عليكش عليك صاير دكتور بلية ان شاء الله يصير دكتور ان شاء الله يصير دكتور ويعلق السماعه ويكشف على ابوه ويعرف اللي ما قدرنا احنا نعرفه يما طالع طريقك وانت ساكت بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيك؟ تذكرت يمه تذكرت سكن الداخلي مكتوب على كرسيها سكن الداخلي يا يمه زين وبعدين؟ وبعدين نروح حق المديره جنيت انت جنيت المديره هي اللي دلينا المكان سكن الداخلي نروح لها يا يمه لقيتها لقيناها اسمع بلينون ودني انا ولد البيت وانت روح سوي اللي تبيه يا يمه ارجوك قلت لك ولا كلمه ولا تخليني انزل اخذ تاكسي يلا ودنا البيت الو مرحبا اهلا لا والله مو موجود بنقول له اهلا هلا 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 ابو ضاري هلا والله لا هو مايا اليوم لا والله ما عندي خبر اي خدمه اقدر اسويها اكو شيء والله ما ادري اذا في شيء ولا لا انت ابخص اقول ابو ضاري نعم أقدر أتكلم معاك بخصوص ضاري خير في شيء أبيك تعرف أن ضاري ما يهمني أنا بس المدير ومجلس الإدارة الكل مهتم وودي أعرف منك علشان أقدر أساعد شوية من يتكلم؟ أبو خالد يا كل هذا وما عرفني يا أبو ضاري والله يا أبوك سامحني البال مشغول ولا ما عرفتك شو نسوي؟ كلنا بقلبه شي قليلة ما يخالف الله يكون في العون علشان كذي أنا حبيت إن نلتقي ونتشرف بشوفتك ونناقش موضوع ضاري أنت تدري أدري بس صدقني ما راح تستفيد مني بشي أنا اللي بعرف السالفة وليه متى ممكن أخذ رقم التليفون؟ ايه ايه مشكور تفضل هذا عمي ابو ضاري صاحب المعرض ايش قلت يا ابو ضاري خير يبا عجبتني السجاده عندكم إيه؟ بس طلعت غاليه شوي شلون غاليه بكم يعني بكم قال لك 50 دينار ايه بس انت عارف البضاعه هذه ما هي موجوده بالسوق ايه بس يا ابو ضاري تعرف الحال انا توني معرس جديد ها زين مبروك الله يبارك حاضرين يبا حاضرين احنا نعين ونعاون يا ابو يوسف نعم عمي يبا خلص الرجال انا امرك ها أنا خلص زبوننا ان شاء الله لا تطلع زعلان ان شاء الله يلا ابو يلا ما قصرت بضاعه يلا وسهلا رجع نتصل بحالك يلا نعم انت بعد وين ايش في انت عيت ولادك تلفون ما حد يشيله وين طلعتي يخا قولي انا بطلع بروح مكلف لاني معلوم قاعد انت على مكتبك وانت بتحل المشاكل وانت متزبر وكاشخ بمكتبك مو كذي انت بتحل كل شيء بالتليفون لولو مو انت ما تدري ايش صار لي اليوم ما تدري ايش صار لي وايش جرالي من عمايل ولدك عيل انا ينقال لي روح عالج ولدك ليش قالوا له ولدي مينون مني هذه قولي لي مني هذه عاد علميني شو السالفه شوف عاد
انت لازم تشوف لك صرفة. انا طقت شبدي بموت من القهر. يا بنت الحلال فهميني، خليني افهم السالفة. علميني ترى يننتوني انت، تخليني اطلع مينون انا، ذبحتوني. جمال ايش فيك حبيبي؟ ليش زعلان؟ تغبي على ماما آسيا؟ بابا ضاري زعل ماما لولا وراح. تعال حبيبي ما يخالف، الحين ابوك عصبي بعد شوي يهدى ويرد هني زين؟ كلمتين بس. تفضل. لو سمحت يعني ممكن كلمتين راح نتكلم فيهم بعيد عن الرسميات والمكاتب. أنا آسفة، كل اللي عندي قلته لك وقدام أمك، ما عندي أي كلام ثاني بعد. لو سمحت تعرفي يعني اعتبريها المسألة شخصية أو إنسانية فقط يعني بس. أنا إذا ما سمحتين الحين أنا مستعد أروح حق رئيس الجمعية أو أمين السر. والله يكون أحسن. أنت يعني... إيش تبين أكثر من كذي؟ أنا جبت لك الوالدة بكبرها عشان تعرفين إن المسألة أكبر مما تعتقدين أنت. والله اللي أعتقده أنا قلته وقدام الوالدة، ما عندي أي كلام ثاني، أنا آسفة. زين أعطينا 10 دقايق لو سمحتي. آسفة. أنا مستعد أسوي كل اللي تقولينه بس 10 دقايق. أنا آسفة. لو سمحتي. لا. أنا 10 دقايق وبعدين ما راح تشوفيني. 10 دقايق. يعني كلمة يا مرة عشر دقايق. والحين يا دور الشيء اللي ما تحبه المشط. أي شعري عورتيني، ما بيجي تمشطيني عدل ولا لا؟ لا ما راح أقول. تراهن؟ ايه نشوف. آي غلبتك ولا لا؟ ها ماما آسيا انا ما راح اروح البيت وبقعد هنا عند ماما لولو. انزين وبابا ضاري تخليه بروحه؟ بابا ضاري هو راح يدور عليها وما يبيني. من قالك حبيبي انه ما يبيك؟ هو راح يدور عليها علشان يساعدها، واحنا لما نساعد بعض يعني نحب بعض، مو ما نحب بعض، عدل ولا لا؟ انت مو تقولنا ابلة نجيبة تحبك وايد وايد وايد؟ ومو اصحابك التلاميذ بعد يحبونها وايد؟ كلهم يحبونها. ها شفت شلون؟ يا حبيبي انت اغلى شيء واجمل شيء بحياة بابا. لما يجي بابا ايش رايك تساله تقوله لما راح ادور عليها ايش سوى؟ وتعرف بنفسك السالفه ايش قلت. اوكي خلاص اوكي. شيء غريب وعجيب مثل ما يقولون، كأنك قاعد تقول لي عن قصه قريتها او فيلم شفته. معقوله في أشخاص هالأيام يفكرون مثلك بهالطريقة المثالية العجيبة؟ صدقيني أنا قبل لا أشوفها ما كنت شاعر بأي طعم لحياتي ولا يغريني أي شيء، فقدت الحماس بكل شيء حتى شغل اللي كان حلم حياتي. لكن بعد ما شفتها حسيت بالحياة فعلا، بدفء الحياة خلتني أفكر بنفسي، خلتني أفكر بالأيام هذه اللي ضاعت بدون معنى. شو أقول لك؟ القصة غريبة
لكني مصدقتك. مشاعرك وإصرارك وصدقك خلوني غصب علي أصدقك. يعني بتساعديني؟ توقفي معي؟ السكن الداخلي مو كذي؟